السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي جميعا، مهتمي علم العقاقير الطبية بالذات طلاب الصيدلة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقدمكم اليوم أمثلة لأسئلة وإجابتها في مقدمة علم العقاقير of Introductions of Pharmacology. Questions and Answers of Introductions of Pharmacology. The first questions. Define Pharmacology. تعريف علم العقاقير. Define. هذا سؤال مباشر. Directly. Direct questions. كيف نجاوب على هذا السؤال؟ Define Pharmacology. Define as the science of medicine plant. إذن يعرف أنه علم من علوم النباتات الطبية أو علم النباتات الطبية. يهتم علم العقاقير it deals تكملة التعريف it deals with study of external internal structures of plants physical chemicals biological properties of food drugs also study the active constituents أيضا يهتم بدراسة المواد الفعالة and their therapeutical uses واستخداماتها الدوائية in addition to بالإضافة لذلك study history of the plants تاريخ النبات cultivations of the plants collections of the plants, drying, storage, and preparations. أيضا يدرس البحث search for new drugs, البحث عن أدوية جديدة from natural source. إذن هذا هو تعريف علم العقاقير وهذه طريقة الإجابة. Define the biological origin. عرف المنشأ الحيوي. Define as the name of the plant. يعرف بأنه اسم النبات or animals yielding it. المنتج لمن للدواء. يعرف بأنه اسم النبات أو الحيوان المنتج لمن للدواء. هذا هو إجابة إيش السؤال. هنا عرف المصدر الجغرافي. Define the geographical origin. يعرف على أنه the habitat of the plant هو موطن إيش النبات أو الحيوان. The name or the name of the regions أو اسم المنطقة التي ينمو فيها النبات أو الحيوان. In which the plant or animal grows. إذن هذا اسمه إيش؟ define the geographical origin. عرف الـ active constituents. The active constituents تعرف أنها مجموعة من المركبات الكيميائية الموجودة داخل النبات. Group of active of chemicals compounds that found in the plant. هذا تعريف أو موسم عندنا the active constituents أو المواد الفعالة. الكيميكال تيست تعريفه. Group of regions عبارة عن مجموعة من الكواشف that used to detect المستخدمة للتعرف detect تكشف the presence or absence وجود أو غياب المواد الفعالة in the crude drugs في العقار الخام by gift عن طريق إعطاء راسب مع لون مميز with specific colors. إذن هذا تعريف من الكيميكال تيست. تعريف الكيميكال تيست. The effects of heat on the active constituents. كيف تؤثر الموطن الأصلي على المواد الفعالة on the active constituents. عادة الأكتف كونسوينت تتغير from country to another أو من منطقة إلى أخرى. لماذا؟ لتتغير المناخ. المناخ أساسا بسبب المناخ. المناخ يتغير من منطقة إلى منطقة. كلمات by means. إذن الكلمات عادة بيأثر على مين؟ على درجة الحرارة. إذن درجة الحرارة بتكون متغيرة. متغيرة. بعض الأوقات ممكن تكون كبيرة أو مرتفعة. ممكن تكون إيش؟ في مناطق أخرى إيش؟ شبه حارة. أو ممكن تكون درجة الحرارة إيش؟ منخفضة. كمية الضوء أيضا تختلف من مناخ إلى آخر. Amount of light كمية الضوء وهو أهم العوامل تؤثر على من على تشكيل المواد الفعالة. الماء الماء أيضا أو المطر شدة المطر تختلف أيضا من منطقة جغرافية إلى منطقة إيش جغرافية. أيضا خصوبة إيش التربة. إذا كيف يؤثر على الهبيت أو الأكتيف كونسوينت من خلال تأثيره على من على درجة الحرارة كمية الضوء كمية الماء خصوبة إيش التربة. هذه العوامل أو الفاكتورز عادة تؤثر على formations of active age constituents. ما هي عيوب استخدام النباتات البرية كمصدر للدواء؟ طبعا من أهم العيوب هذه sparse distributions هو التوزيع المتناثر المتباعد صعوبة الجمع والنقل difficulty in collections and transportation high cost ارتفاع الثمن extinction ممكن تؤدي إلى انقراض النبات adulteration ممكن يحدث غش insufficiency ممكن يكون ايش عجز في السوق ايش الدوائية.
ادفانتج مميزات زراعه النباتات الطبيه. كونسنتريشن اوف لارج نمبر ان سمول اريا، تجميع او تركيز عدد كبير من النباتات الطبيه في مساحه صغيره. سمبليفينج كوليكشن، تبسيط القمع. سمبليفينج ترانسبورتيشن، تبسيط عمليه النقل. ريديوس ذا كوست اوف دراجز، خفض سعر الدواء. كنترول، التحكم بنقابه المنتج الدوائي. انشيور، ضمان ذا ريجولار اند كونستنت سبلاي، ضمان استمرار الدواء في السوق الدوائي بشكل ثابت. امبروفمنت ذا دراج، تطوير الدواء او تطوير النبات. في عوامل factors affecting the quality and quantity of active insulin، العوامل تؤثر على نوعية وكمية المواد الفعالة أثناء القمع. season or time of the year، إذن الفصل أو الموسم. time of the day، stage or maturity، the age of the plant and weather. هذه خمس عوامل ممكن تؤثر على نوعية وكمية المواد الفعالة أثناء عملية القمع. كيف يؤثر السيزون على تشكيل المواد الفعالة؟ طبعا السيزون او الاكتف كونستوينت تتغير عادة بشكل كبير من from season to another، من موسم الى اخر، بطريقة انه يحصل تغيير في درجة الحرارة. اذا درجة الحرارة عادة تختلف من موسم الى اخر، كمية الماء ايضا تختلف، اذا شدة الضوء تختلف، فتلاقي تصوير خصوبة تهيج التربة. اذا هذه العوامل اي تؤثر على من؟ على تشكيل المواد الفعالة. لذلك لازم نجمع النباتات الطبية في كل نبتة حسب السيزون الخاص فيها. stage of maturity، مرحلة النضوج. عادة النباتات الطبية تحتوي على نسبة عالية من المواد الفعالة في حالة stage معين أو at proper stage، في حالة من حالة تطور النبات. مثلا الأوراق الطبية عادة تجمع at flowering stage، إذا هذه الفلورينج ستيج او مرحله الازهار خاص بالاوراق الطبيه. الزهور الطبيه تجمع عاده at the time of pollination، في وقت التلقيح او اثناء ما تكون عشق برعم بود ستيج. الثمار عاده تجمع قرب موسم النضوج near ripening stage. البذور عاده تجمع at ripening stage، في موسم ايش موسم تكون الثمره ناضجه بشكل كامل. اما الباكس collected عاده in spring or nearly summer. الويدرز، all medicinal plant must be collected in fine dry weather. إذا جميع أجزاء النباتات الطبية يجب أن تجمع في طقس جو لطيف جاف. بسبب إجلان إن الويت ويدرز may cause deteriorations and discoloration، ممكن يحدث تغيير في المواد الفعالة. شكرا لكم أعزائي الطلاب، أعزائي المتابعين، أعزائي المشاهدين، وأتمنى لكم الاستفادة بشكل مباشر، وخاصة طلاب الصيدلة في جميع الأقطار. شكرا لكم أحبائي جميعا، ولا تنسى يا عزيزي بعد مشاهدة هذا الجزء الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم من كل قلبي، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة.